أسست مجموعة من هواة التصوير بالجلفة جمعية ولائية أطلق عليها جمعية بيكسل للصور الفوتوغرافية التي ستجمع هواة التصوير قصد إبراز نشاطاتهم ومواهبهم. الحمد لله بفضل رجال وشباب تم تأسيس جمعية بيكسل للصور الفوتوغرافية لإعطاء مجال فتحت المجال للشباب. جمعية بيكسل الفوتوغرافية بولاية الجلفة هي جمعية ثقافية مهتمة بالتصوير الضوئي والسمعي البصري. هي جمعية حديثة النشأة لها أهداف كثيرة، وهي إقامة معارض، إقامة مسابقات كالتي شاهدناها اليوم. أهداف كثيرة أسست من أجل هذه الجمعية، من بينها إقامة معارض للصور وإبراز المناطق السياحية بالولاية. رحين نقوم إن شاء الله بدورة تكوينية، رحين نقوم بخارجات تصويرية، حيث رحين نشوف هذه المناطق السياحية التي تزخر بها مدينة الجلفة. وإحنا في هذه الدورات التكوينية رحين إن شاء الله نكون نخبة من المصورين. إن شاء الله يكون فيها منه وجاي إن شاء الله يكون معارض ورشات يخص المجال الفوتوغرافي، يكون فيها ملتقيات، يكون فيها كما معارض كانت كاينة معارض محلية، إن شاء الله هنا نطمحوا المعارض وطنية وصالونات وطنية. ويوجد في ولاية الجلفة عدد لا بأس به من المصورين الهواة الذين استطاعوا أن يفرضوا أسماءهم خارج الوطن. أنا إحدى المشاركات في هذه المسابقة، ونلت المرتبة الرابعة، وشكر جزيل لهذه الجمعية ونرجو مبادرات أخرى من الجمعيات. واللي قدمتها اليوم تخص تصوير ستيل لايف حياة صامتة، وكانت مشاركة قوية لاباس بها، من كانت خاصتنا منافسات كما هكذا سورتو في الجلفة. جمعية المصورين المحلية قد تعطي دفعا وتشجيعا كبيرا لشباب في مجال الصورة الفوتوغرافية.